كده شوف، لكن هنعرف بقى اكتر لان عبد الرحمن معانا دلوقتي المتسابق المصري اللي فاز بجائزه مسابقه الشعر. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ اهلا، السلام عليكم ورحمه الله. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ حياك الله. والله هو الصوت بس. الاول طبعا مبروك لفوزك بالمسابقه الكبيره دي، ويعني بنتمنى لك دايما الخير والنجاح، وفخورين جدا ان في شاب مصري قدر ان هو يفوز بمسابقه للشعر. بارك الله فيك، شكرا لكم جزيلا. والله انا سعيد جدا باني يعني معكم كلنا في هذا البرنامج الطيب. احنا اسعد، احنا اسعد طبعا. طب خلينا نتعرف عليك اكتر، يعني قول لنا كده، انت عرفت اصلا المسابقه ازاي، والموضوع اصلا بدا معاك ازاي؟ هل من وانت صغير؟ يعني احكي لنا كده، عرفنا عنك اكتر. نعم، انا لما ذهبت الى الامارات كنت مهتما جدا بالتعرف الاوساط الثقافيه، الشعراء، الفاعليات هكذا. فيعني تكونت عندي بعض الصداقات. مره ارسل الي صديق لي وقال هناك مسابقه في الشعر اسمها سلام عليكم. هي اصلا ماخوذه من مسابقه اجنبيه اسمها سلام، سلام بالانجليزي، ولكن هم حولوها الى سلام عليكم يعني نوع من الخلط بين الانجليزي والعربي. والتقديم كان اونلاين، فانا مسموع صح؟ تمام، سامعينك. تمام، التقديم كان اونلاين، فانا ارسلت قصيده اونلاين، وطبعا كان هناك عشرات المشتركين، وفوجئت الحمد لله باني من السته الذين صعدوا الى المرحله النهائيه التي تكون على مسرح بيت الحكمه في الشارع. ما شاء الله. بس بتكون القصيده دي بتكون تاليفك انت، ولا ممكن مثلا تكون من لشاعر من شعرائنا مثلا؟ عبد الرحمن، الو، معلش لم هكذا سمعت، اتفضل. بقول لك يعني هل القصيده اللي انت الفيديو اللي انت بعته للجنه التحكيم كان قصيده من تاليفك، ولا كانت قصيده مثلا لشاعر من شعرائنا؟ لا لا لا، هو الشرط، انا سمعت الشرط ان تكون من تاليفك يعني. انا الحمد لله شاعر، وهو اصلا هي لها طابع مختلف قليلا، سلام عليكم، انها شبابيه. اوكي، يعني شبابية. ليست لجنه التحكيم من النقاد وهكذا، فإنما التحكيم يكون اصلا من يختار عشوائيا من الجمهور يوم التصويت. ده يعني ممكن يكون عشان للشفافيه اكتر، ويبقى الموضوع جاي من راي الجمهور اللي بيستمع للشعر. قصدك بالاضافه الى ان يكون الشعر من واقع الشباب، يعني ما يكون شعر فقط هكذا من برج عاجي، تفهمني؟ طيب، فكان هذا يعني حتى القصيده التي الفتها انا كان مطلوب قصيدتين، واحدة منهما كانت عبارة عن حوار حلمنتيشي بين رجل وامرأة، فيها من الفكاهة أكثر مما فيها من ثقة للألفاظ يعني. طيب عبد الرحمن، يعني ممكن يكون عندي بس فضول شوية، يعني حاسس إن لكنتك مش مصري خالص، يعني حاسسك كنت بتتكلم أكتر زي مثلا يعني الدول الخليج أو حاجة زي كده، ده إيه السبب؟ ممكن يعني بيكون من تأثرك من العيشة بره، ولا الموضوع جاي منين؟ هي ثلاثة أشياء. أولا أنا ولدت أصلا في مكة وعشت فيها 12 عاما، هذا كان أول نشأتي. تمام. وفي وسط تحديدا يعني يتكلم العربية ويهتم بالشعر، يعني أنا كنت أحفظ الشعر وأنا وعمري 3 سنوات. وكمان أكيد عشان دراستك كمان بكلية دار العلوم، أنت مهتم باللغة العربية، يعني هتلاقي نفسك كل الوقت. هذا السبب. احسن. هي اللغة العربية بس مش المصرية، اللغة العربية الخليجية او الفصحى القرآنية او يعني بالظبط، عشان كده حب كان عندي فضول ان انا اعرف منك يعني. كل اناء بما فيه ينضح يعني، فانا لتربيتي هذه كانت فصحاي اقرب الى فعلا كما تقول الى فصحى الجزيرة العربية منها الى الفصحى المصرية يعني. طب هل يا عبد الرحمن ممكن تفضل ممكن تنضح لنا كده بحاجة من شعرك الحلمنتيش اللي انت كنت دخلت بيه المسابقة؟ أنا حابب إن أنا أسمع جدا حاجة من شعرك. والله أنا دائما عندما يطلبوا مني شعر أنا أقول لا أحفظ من شعري شيئا، ولكن الآن يعني يمكن أن أعطيك أول مقطع من إحدى القصائد التي تقدمت بها إلى المسابقة. يا ريت. مثلا؟ يا ريت. ماشي. لكن يعني سيكون مضحكا فأرجو أن تتحملها. لا يا ريت، يلا يلا بينا. حوار بين رجل وامرأة، فهي حلمنتيشي يعني شطر فصيح وشطر عامي. أوكي. فكنت أقول فيها: المرأة قالت للرجل دلعني يا واد يخرب بيتك، قد سبت قريبي من أجلك وشباب العالم وهويتك، أعطيتك قلبي وحياتي يا ريتني ما كنت اديتك.
الرجل صدم ولم يفهم. ما انا لسه قايل لك يا حياتي، دللتك اكثر من عبله وببعت لك هداياي وماتي، اعطيتك قلبي وحياتي، متمرة وبكتب جواباتي، يعني كانت شيئا من هذا القبيل. والله حلوه حلوه جدا ودمها خفيف فعلا. يعني يعني ممكن كان بناء على طلب المسابقه اصلا. ممكن عايز اقول لك على حاجه، الناس بتبقى مثلا مش مقبله على الشعر او النصوص الشعريه بتاعتنا، لان بيبقى مثلا الناس مستثقله اللغه او معاني الكلام والمترادفات اللي فيها. لكن طبعا اللي انت قلته ده حاجه برضو ممكن تكون للعامه او الناس العاديه اللي ما عندهاش تقل على الشعر، ممكن يكون حاجه حلوه ومسموعه عليهم. أكيد أكيد. أنا أخبرك شيئا، أنا عشت في مصر 25 عام، تمام؟ أنت عمال تقول يعني 12 عمال تقول 12 في مكة و25 في مصر وعمال تكبر في نفسك جامد وأنت شكلك صغير. لا أنا 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 عمري 38، ولكن ما شاء الله يعني أعيش طفولتي إلى الآن، ما زلت أعيش طفولتي. فكنت أقول لك أنا كنت أتكلم في مصر مع المصريين بالفصحى، ولم يكن أحد يشعر بغرابة، بالعكس. يعني كانوا يحبون هذا جدا، وأنا يعني كانت لي فاعليات فصيحة في الشارع، واستضفت في قنوات فضائية بسببها. كانت هناك شخصية اسمها الفارس المكي، كنت أنزل إلى الشارع مرتديا زي الفرسان وأتجول بفعاليات، طبعا مع تصريحات وهكذا من أجل أسئلة تاريخية وأسئلة لغوية وجوائز. يعني فكان هذا ممتعا للناس، هم اذا سمعوا لغه تلقائيه، يعني انت أكيد تسمعني طبعا. يعني بص يا عبد الرحمن، هو كانها عاميه. ده حقيقي، يمكن يعني يكون اللغه العربيه طبعا من اعظم لغات العالم. لا يوجد خطابه، لا يوجد ثقل، لا يوجد بالظبط. الحمد لله، يعني الحمد لله. طبعا احنا حابين جدا، احنا حابين نشكرك ونقول لك الف مبروك طبعا على الفوز بجائزه الشعر في مسابقه السلام عليكم.